بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الروم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية أيها الإخوة من أبرز آيات هذه السورة، بل هي من أدقها، بل إن هذه الآية من أصول الدين. ما علاقتها بالتي قبلها؟ بعد أن بين الله سبحانه وتعالى آياته الدالة على عظمته: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى آخر الآيات. وبعدها: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني إذا تيقنت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأنه هو الرب، وأنه هو المسير، وأن أسماءه كلها حسنى، وأنه كامل كمالا مطلقا، موجود وواحد وكامل، وأن الأمر كله بيد الله، أمر حياتك وأمر من حولك وأمر ما حولك، إذا رأيت أن الله بيده كل شيء فماذا أنت صانع؟ ماذا أنت فاعل؟ إلى أين ينبغي أن تتجه؟ إلى أين ينبغي أن تتوجه؟ ماذا تعمل؟ ما هو المطلوب منك؟ يعني بعد كل هذه الآيات أتتوجه إلى غيره؟ بعد كل هذه الآيات أتعقد الأمل على غيره؟ أترجو غيره؟ أتهاب غيره؟ أتخشى غيره؟ أتطمع في غيره؟ أتطيع غيره؟ يعني مثلا لك معاملة أو قضية في ملف، إذا وقعت بالموافقة فسوف يتحدد مصيرك في الحياة، يعني إذا وفق لك على أن تذهب إلى بعثة دراسية سوف تعود تحمل أعلى الشهادات وتحتل أعلى المناصب. توجهت إلى هذه الوزارة فيها آلاف الموظفين، توجهت إلى فلان قال لك أنا لا ليس بإمكاني أن أوقع لك هذه المعاملة، توجهت إلى فلان اعتذر، إلى فلان لا يملك حق التوقيع، إلى فلان لا يستطيع،
إلى أن ثبت لك أن من بيده توقيع هذه المعاملة فلان، ماذا عليك أن تفعل؟ أن تدع كل هؤلاء، أن تعرض عن كل هؤلاء، أن تهمل كل هؤلاء، وأن تتجه إلى الله وحده. يعني هنا الله عز وجل بيّن آياته ونفى الشرك. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك، معنى ذلك أنك بعد هذه التحقيقات وبعد هذا التدقيق وبعد هذا الفهم وبعد هذا البحث وبعد هذا التأمل وبعد السؤال والجواب وبعد التوضيح وبعد التبيين وبعد كل هذه الأدلة القائمة على وجوده وعلى وحدانيته وعلى كماله، واحد في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في تصرفاته، أمرك كله بيده، ماذا أنت فاعل؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. كأنها جواب كل هذه الآيات. ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته، كلها آيات دالة على وجوده ووحدانيته وكماله. وإن أشركت غيره تكن كهذا الذي بينه الله عز وجل. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. بعد أن بين وحدانيته وربوبيته وألوهيته وأن الأمر كله بيده وأن الشرك ظلم عظيم، قال لك فأقم وجهك للدين حنيفا. هذه الآية كما قلت قبل قليل أيها الإخوة آية من أصول الدين، من أصول الدين، من أبرز آيات هذه السورة. ولو فهمناها حق فهمها ولو وقفنا على دقائقها وأبعادها ما وسعنا إلا أن نتوجه إلى الله وحده. فأقم، كلمة فأقم، الإنسان كما يقولون لا يكون قادرا على أن يحقق كل أفعاله إلا إذا كان قائما. هو مضطجع له حركة محدودة، هو قاعد له حركة محدودة، أما إذا كان الأمر يعنيه وكان الأمر ذا بال، الأمر خطير، الأمر مصيري، يقف. قال فأقم. إذا معنى القيام هنا معنى كمال القدرة، أي يجب أن تبذل كل ما في وسعك، يجب أن تستنفد قدرتك، يجب أن تعطي كل ما عندك. فأقم وجهك، أقم وجهك للدين. كيف لما الإنسان بيكون معه ضغط مرتفع وخطير وعم بيقيس ضغطه، عيناه مركزتان على ساعة الضغط، لا يلتفت عن المؤشر. كيف إذا كان يقود سيارة بسرعة فائقة عيناه على الطريق، لا يمكن أن يلتفت، لأن الالتفات يعني الهلاك. كيف إذا كان في معه ورم وأخذ خزعة للتحليل، حينما يمسك بالتحليل ويفتح الورقة كيف يركز عينيه على هذه الورقة ويقرأ ورم طبيعي أم غير طبيعي؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى عبر، شوف دقيقة الفكرة، كأن الله سبحانه وتعالى عبر عن التفات الإنسان إلى ربه وعن تفكره في آلائه وعن طاعته التامة له وعن أعماله الصالحة وعن اهتمامه الشديد بعباداته، عن اهتمامه الشديد بأوامر الله عز وجل. هذا الانصراف الكلي، هذا الاستغراق في كمال الله عز وجل، هذا الانصياع إلى أمر الله، هذا الإقبال على الله، هذا التركيز، هذا الاهتمام
هذا الصدق، هذا الانصراف، هذه الحالة وما فيها من تفكر ومن عبادات ومن صلوات ومن أدعية ومن حضور مجالس علم ومن اهتمام بأمر الله في مأكله ومشربه ومتجره ومصنعه، هذا الانصراف الكلي إلى الدين مثله الله عز وجل بصورة، قال: فأقم وجهك للدين حنيفا. قال بعض المفسرين: إقامة الوجه أي إقامة الوجهة، يعني اتجاهك إلى الدين. وقال بعضهم: إقامة الوجه إقامة تصويب العمل وفق ما أمر الله عز وجل. والأصح أن هذه الكلمة تجمع بين المعنيين، أن تتجه بكليتك إلى الله عز وجل، وأن تجعل من عملك مطابقا لأمر الله ونهيه تماما، يعني تصحيح في الوجهة وفي السلوك، تصحيح في الوجهة إلى الله عز وجل وفي السلوك. فأقم وجهك، والوجه يعبر به عن ذات الإنسان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأقم وجهك، الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا محمد أقم وجهك للدين. في إنسان يجعل الدين وراء ظهره، لا يبالي أكان مطعمه من حلال أو من حرام، لا يبالي أصلى أم لم يصلي، لا يبالي أوقع في معصية أم لم يقع، لا يبالي أكان الله راضيا عنه أم ساخط، لا يبالي، لا يدقق. فالذي يريد أن ترتاح نفسه، أن يحقق السلام مع نفسه، الإنسان أحيانا يعذبه ضميره، الإنسان أحيانا ينهار من داخله، الإنسان أحيانا يختل توازنه، الإنسان أحيانا يحتقر نفسه، الإنسان أحيانا يشعر بشقاء ما بعده شقاء. لماذا؟ إذا خالف فطرته أو إذا خالف أمر ربه. أبدا، هذه حقيقة مسلم بها، أنت إذا اتبعت أمر الله عز وجل، اتبعت أمره وابتعدت عن نهيه، تشعر بسلام مع نفسه، لأن أمر الله ونهيه متطابقان تطابقا تاما مع فطرتك. هذا الذي قاله الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. إن فعلت هذا فقد حققت فطرة الله التي فطر الناس عليه، إن فعلت هذا فقد لزمت فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني هذه المركبة صممت لتسير على طريق معبد، فإذا سرت بها على طريق وعرة كأنها تناديك تقول لك: اجعلني على طريق معبدة. تصميم هذه المركبة لطريق معبدة، فإذا خالفت ما صممت له وسرت بها في طريق وعر كله حفر وأكمات، تشعر أنها لم تخلق لهذا الطريق، هي صممت لطريق معبد، خالفت تعليمات الصانع. وهكذا، يعني هذه الكلمة هي مركز الثقل في الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني يا عبادي، أنا خلقتكم وفق بنية معينة، وهذا الدين الذي أنزلته على محمد عليه الصلاة والسلام متطابق تطابقا تاما مع بنيتكم، فإن ائتمرتم بأمر الله وانتهيتم عما عنه نهى الله عز وجل فقد لزمتم فطرتكم وحققتم هذه الفطرة فسعدتم في الدنيا والآخرة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. بالمناسبة، الفطرة شيء والصبغة شيء آخر. الفطرة أن تحب الكمال، أن تحب العدل، أن تحب الرحمة، أن تحب الإحسان، وأما الصبغة أن تكون محسنا، أن تكون عادلا، أن تكون رحيما. كل مولود يولد على الفطرة،
يعني السارقون إذا سرقوا شيئا ثمينا يحبون أن يقتسموه بالعدل، ما بيجوز تعمل هيك، هي إلي شعال والله، كلكم سارقين ما سمح الله. هؤلاء الذين يسرقون يقتسمون سرقاتهم بالعدل، هي فطرة، هم ليسوا عادلين بهذا العمل، ولكن تنقصهم الصبغة. الفطرة شيء والصبغة شيء آخر. الفطرة أن تحب الكمال، أما الصبغة أن تكون كاملا. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة أن تكون رحيما، أن تكون عادلا، أن تكون منصفا، أن تكون رقيقا، أن تكون عطوفا، هذه الصبغة. أما الفطرة أن تحب العدل والرحمة والإنصاف وإلى ما هنالك. فطرة الله التي فطر الناس عليها، هكذا خلقت النفوس. لا تبديل لخلق الله، في آية دقيقة جدا، يعني أيها الناس لا تبدلوا خلق الله. هذه آية صيغت صياغة خبرية يراد بها الأمر والنهي. علم النفس يقوم على قوانين، وما سر هذه القوانين؟ سرها أن الإنسان له بنية واحدة في كل مكان. قضية الخجل والغضب والرضا والصراع الداخلي، ما دام الإنسان له بنية واحدة إذن أمكن أن نقول هناك علم نفس. ومعنى علم نفس يعني في قواعد ثابتة، هذا مبني على أن الإنسان له بنية ثابتة. فكلمة لا تبديل لخلق الله، الناس جميعا، كل إنسان يتطابق مع أي إنسان آخر تطابق كامل من حيث القواعد النفسية. فالنفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فإذا كنت مربيا، إذا كنت زوجا، إذا كنت أبا، يجب أن ترعى هذه القواعد، وإلا فأنت لا تدري شيئا من العلم. فالسنن ثابتة. الشيء الآخر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الناس، الإنسان إذا كان مع الحق لا يشعر بوحشة. بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبا للغرباء. ربنا عز وجل يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني مرة خليفة سأل عالم إنه ما قولك في هذه القضية، أنا أقول كذا ويقول فلان كذا، قال له يا سيدي الأكثر الناس مع قولك. ففرح الخليفة وظن أن هذا مدح له. الله قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني الأكثرية دائما بعيدة عن الحق، والأقلية هي التي على الحق والصراط المستقيم منيبين إليه. هم بقى في سؤال، كيف ربنا عز وجل قال فأقم وجهك للدين حنيفا؟ أقم وجهك للدين، الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول الله عز وجل منيبين إليه. إذن هذا الخطاب موجه للنبي وبالتالي لكل المؤمنين. منيبين إليه يعني المؤمنون بإقامة وجههم للدين القيم أنابوا إلى ربهم. واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ربنا عز وجل اختار من الطاعات الصلاة ومن المعاصي الشرك، لأن الصلاة هي أم العبادات، هي أصل العبادات، هي سيدة العبادات. لا خير في دين لا صلاة فيه. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جوهر الدين اتصال بالخالق. ولا تكونوا من المشركين، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فربنا عز وجل أمرنا بأول الطاعات ونهانا عن أخطر الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. من هؤلاء المشركين؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يعني أخطر ما في الحياة أن نتفرق، أن نصبح شيعا وأحزابا، أن نصبح جماعات متناوشة متعادية متباغضة. هذا من عمل الشيطان. الدين يجمع ولا يفرق، لأن الإله واحد
والنبي واحد والقرآن واحد، إذا لا بد من أن نجتمع. فإذا تفرقنا جماعات جماعات وتخاصمنا وتبادلنا التهم وكل حزب بما لديهم فرحون، حينما يكون انتماؤك لجماعتك على حساب انتمائك لمجموع الأمة فهذا خطر كبير. لذلك إن رأيت مؤمنا يعني من غير جماعتك ولم تحبه فأنت لست بمؤمن. يجب أن يكون الانتماء لكل المؤمنين لكل المسلمين، أما أن تضيق الأمر هذا الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووقع في تصرف شاذ، فالصحابة قاموا له فالنبي أبعدهم عنه قال يا رب ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا لسان حال بعض الجماعات، ارحمنا ولا ترحم معنا أحدا. المؤمن يحب كل المؤمنين يحب كل المسلمين، يجب أن يكون انتماؤك لمجموع المؤمنين لمجموع المسلمين، لا انتماء خاصا ضيقا يجعلك تتعصب وتبتعد وتحقد على الآخرين وتتهمهم بشتى التهم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أما منيبين إليه لا بد من أن نعود إليه، نعود إليه بقلوبنا وبأعمالنا. واتقوه، التقوى هنا تعني الطاعة، يعني في النهاية ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا بد من أن تطيع الله. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، شوف أقيموا الصلاة، كيف؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. الصلاة تحتاج إلى إقامة، وإقامتها طاعتك لله عز وجل، إن طاعتك تؤهلك كي تصلي. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم، يعني إنسان جعل الدين شريعة فقط وأغفل القلب، إنسان بالغ في الاعتناء بالقلب على حساب الشريعة، إنسان رأى الدين ثقافة ليس غير، إنسان رأى الدين نشاط اجتماعي ليس غير. لا، الدين عقيدة والدين شريعة والدين طهر والدين إقبال والدين مكارم أخلاق والدين خدمة، الدين هو كل هذه الأشياء. أي إنسان يظن أن الدين جانب واحد ينمي هذا الجانب على حساب جوانب أخرى ويهمل بقية الجوانب بل ويحتقرها، هذا فرق الدين وجعله شيعا. يعني الدين مجموعة أجزاء، الإنسان ما له حق ينمي جزء على حساب بقية الأجزاء. الدين عقيدة والدين شريعة والدين طهر والدين سمو والدين مكارم أخلاق والدين انفتاح على المجتمع والدين خدمة والدين عمل صالح والدين معلومات دقيقة والدين حقائق علمية. يجب أن تجمع كل هذه الأشياء، أما إذا نما عندك جانب على حساب جوانب أخرى فهذا هو العرج أو هذا هو التفريق الدين. يعني الدين فقط معلومات، ثقافة، فكر إسلامي، طيب وين السلوك؟ أين الاستقامة؟ أين الطهر؟ أين العفاف؟ الدين بس قلب طاهر، طيب وين المعلومات الدقيقة؟ أين العلم؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. فعند أناس تنمو المعارف النظرية على حساب الطهر النفسي والكمالات الأخلاقية، عند أناس تنمو العناية بالقلب على حساب المعلومات الدقيقة والعقيدة الصحيحة. لا بد من أن تنمو كل هذه الأجزاء جنبا إلى جنب، لا يفلح إلا من أحاط الدين من كل جوانبه. نعم، هذا معنى قول الله عز وجل من الذين فرقوا دينهم فرقوه. في إنسان الدين عنده بس أناشيد وطرب وفرق أناشيد فقط، بس طرب، هذا عنده فقط نشاط اجتماعي، هذا عنده الدين فقط زخرفة، الدين خلق، الدين عبادات، الدين علم، الدين عقيدة،
الدين الصدق، الدين أمانة، الدين إخلاص، فلا بد من أن نحوط الدين من كل جوانبه. إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يعني تمزق الأمة أساسه أنه أنتم على حق ونحن على باطل، وأنتم على باطل ونحن على حق. هي المشاحنات. الدين له جزء، واحد موحد. فإذا عدنا إلى جزعه، إذا عدنا إلى منابعه، حلت كل مشكلاتنا وانتهت هذه البغضاء والشحناء والخصومات. فلذلك علامة الإيمان الصحيح أن تنتمي إلى مجموع الأمة، لا أن تكون متعصباً، لا أن تكون ضيق الأفق، لا أن تكون بعيد عن الروح العامة. نعم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون. البطولة أن تكون فرحاً بعد الموت، لأن الفرح في الدنيا لا قيمة له. فرحون في الدنيا هناك تجمع، بس لا على أساس من الحق. أي تجمع له فوائد كثيرة، أما لا بد من تجمع أساسه الحق، أساسه هذا المنهج الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.